أهلا بكم إلى تفاصيل الأخبار. عاد فريق نفط الجنوب بنقطة ثمينة من ملعب زاخو بعد تعادله سلبا مع أصحاب الأرض ضمن انطلاق الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري الممتاز. نفط الجنوب قدم أداء جيدا على الرغم من الضغط الهجومي الذي تلقاه في الشوط الأول، لكن دفاع الضيوف أغلق المنافذ أمام هجمات زاخو ومنعهم من التسجيل طيلة المباراة. في ذات الجولة تعادل نادي الحسين مع نظيره البحري في مباراة أقيمت على ملعب نادي التاجي.